طيب والله انا ما وجدت يعني عن العيد ولكن فيها ابيات جميله جدا. كيف انت ابو عيد وما ترجع لي؟ ان شاء الله يعني نبحث ان شاء الله نشوف. وإن كبرت همومك لا تبالي فلطف الله في الآفاق أكبر ومن غير الإله يريح قلبان تخطفه الأسى حتى تكدر سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر ولا تجزع وقل يا نفس صبرا فرحمن السماء قضى وقدر سيلطف بالقلوب ويحتويها ويجبر في الحنايا ويجبر في الحنايا ما تكسر ما تكسر وإن كبرت همومك لا تبالي فلطف الله في الآفاق أكبر ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر سيلطف بالقلوب ويحتويها ويجبر في الحنايا ما تكسر ما شاء الله الله يرحمنا برحمته ما شاء الله تبارك الله شوف